المبادرات الأهلية والمجتمعية في محافظة السويداء مستمرة بهدف تمكين الشباب وتدريبهم لخلق فرص عمل لهم تعيلهم وتساعدهم في تأمين احتياجاتهم. بنقول هاي المشروع الصغير اللي بتمنى وأكيد رح يصير كبير وواسع ويجيب ناس كتير يستفيدوا منه. نجيب الأشخاص اللي هني حابين يشتغلوا، حابين يطالعوا مصروفهم لحالهم بدون ما ياخدوا من حدا شيء. أكيد يعني هاي الفرص اللي بتنعطى بشكل خاص بتعطي أفق للناس طالع إبداعاتها، فأكيد هاي المجال نحن كثير بنعتمد عليه لأنه الحاجة أم الاختراع. مبادرة النول الخشبي وشق الخرز وغيرها الكثير هي من المبادرات المجتمعية التي تحاول إعادة إحياء التراث وتشجيع الشباب وحثهم للعمل في هذا المجال. جيت لهون اليوم على المركز أو على الورشة هاي لتعلم خبرة النول اللي هي هلق كانت من آلاف السنين، ورجعنا بدنا نطورها ونرجعها على البلد أكثر. دورة مجانية عملت لأنه نقدر نحن كشباب نأمن حالنا بفرص عمل. هلق عم نشتغل نحن بالنور هاشك خرز، وفي مجال للإبداع كثير بهالمجال، يعني يمكنه كلباس ويمكنه كلوحات فنية أو هيك شيء. دورات التدريب والتأهيل المجانية التي تقدمها هذه المبادرات لها دور كبير في تحريك عجلة الإنتاج واستقطاب من يبحث عن فرص عمل وإعادة إحياء مهن كانت في يوم من الأيام ركيزة أساسية في حياة الأسر السورية. شام حمدان، الإخبارية السورية، السويداء.